دكتور حسين، عايز اعرف نتكلم عن التنسيق ما بينكم كنواب وما بين المحافظه، هل كل واحد يستقل بمطالبه ويكون في تفاعل مع المحافظه، ولا بيكون في تنسيق ما بينكم انتوا كنواب وبتتفقوا على اولويه بالنسبه للمشاريع اللي موجوده او بالنسبه للطلبات؟ بص خليني اقول لك، بدايه انا برحب بيكم قناه الحياه في مركز ومحافظه القليوبيه. انا عايز اشير وعايز اقول ان احنا نواب كلنا مجتمعين اولا على خدمه اهل الدايره، واعتقد ان معالي الوزير المحافظ محافظ القليوبيه الناشط، انا بقول لك ناشط، هو ناشط بالفعل على اساس ان احنا بنتطرق له بنتجاوب معاه، وبعض النواب اللي هو معانا مش بعضهم كلهم بيتفاعل معاهم في كل طلبات المركز وطبعا كل طلبات المواطنين، هو بيتجاوب معانا فعلا. لكن خلينا زي ما قال الدكتور محمد، احنا بنتعرض لحاجه كبيره او مرحله صعبه. انت عارف ان النهارده التمويل الاقتصادي عندنا في البلد بيمر بحاجه صعبه جدا، الاستثمار عندنا في البلد لابد ان احنا نتواجد في الفتره القادمه ان احنا تفعيل دور الشباب، على الاقل نعمله عندي حاله من الانتاج، على الاقل اقلل من التضخم الاقتصادي اللي بتمر بيه البلاد. لابد ان احنا ننتشر في الصناعات الصغيره، واعتقد المعالي الوزير المحافظ بدا يتطرق لها طبعا بالمنظوم معاه سياده الوزير التنميه المحليه، معاه السيد رئيس الوزراء بيشير لكده. احنا النهارده عندنا لابد ان يكون عندنا نمو اقتصادي في الفتره القادمه، ودي ان شاء الله في وجود الساده النواب اللي هم عندهم قدره وفكر ورؤى وحوار سياسي هيتطرق لهذا الامر. فانا بقول ان المرحله دي محتاجه لجهد كبير جدا من الساده النواب ومن الساده المحافظين على مستوى الدوله، لابد ان احنا كلنا نكون متفقين وفي خندق واحد، لان البلد زي ما قلت المعاليك في سياق كلامي بتمر بمرحله صعبه. النهارده الاقتصاد بتاعنا بينهار على اساس النهارده التمويل بتاعنا الداخليا والخارجيا، وتطرق للسيد الرئيس دلوقتي ويمكن امبارح قال بيان بكده. لكن عايز اقول ان احنا قادرين ان شاء الله، واحنا عارفين تماما ان في اجندات اجنبيه بتمارس في هذه البلد، لكن مش هيطولوا في البلد دي حاجه، وهم عارفين كويس الحجم بتاعهم، واعتقد سياسه الدوله ماشيه على هذا الاطار. تمام. احنا كمؤسسات دوله وبلد قانون بنتطرق لهذا العمل، كل محافظ في محافظته بدا يشتغل على هذا المنوال. لابد ان هو يتطرق في المحافظه اللي هو موجود فيها، يبتدي ينشئ الصناعات زي ما قال معالي الوزير دلوقتي ان احنا بدانا نشتغل فعلا. لو احنا بدانا من هنا هندير حركه انتاج عندنا، هيبقى في استثمار داخلي، اقلل من التضخم زي ما قلت قبل كده في التضخم الاقتصادي بتاعنا. انت عارف ان من خلال اسبوع و10 ايام احنا تطرقنا ل 500 مليون دولار على اساس ان احنا نعوم سعر الدولار بالاسعار الموجوده. كان لازم تتدخل الحكومه في هذا الامر، لكن مش كل مره هنبتدي نجيب من الاحتياطي بتاعنا. الاحتياطي النهارده وصل 16.8 من 10 مليار، فمش ممكن. لابد بقى زي ما الساده المحافظين خدوا اهتمامه بتوجيهات طبعا من السيد رئيس الوزراء ان هم يبتدوا يشتغلوا على هذا الامر. لابد ان ندير حركه الانتاج، هندور الاسكان، هندور الاقتصاد بتاعنا، هنفعل دور الشباب. ولابد انا عايز اضيف لحضرتك حاجه، لابد من تفعيل دور الشباب. انا عندي 470 الف شاب خريج من الجامعات المصريه كل عام، وعندي ضيف عليهم التعليم المتوسط، ضيف عليهم العاميه، فما يتعلق بالبنيه التحتيه فيما يخص الثروه البشريه اعجاز. والولاد عندنا افكار. انا شايف دلوقتي مع الوزير تطالع العمل 4000 وظيفه، اي نعم مش قطاع اعمال حكومه، لان دي بيسبب لنا عجز في موازنه الدوله. المرتبات النهارده بالنسبه للموظفين الحكومه او قطاع اعمال الحكومه وصل النهارده ل 119 مليار، يعني واخد اعتقد ربع ميزانيه الدوله اللي هي 864 مليار. طبعا عندنا في العشوائيات بينضاف لها من الموازنه برضه 134 مليار. فالنهارده لابد ان احنا لازما نكون مجتمعين في الفتره الحرجه دي كلها، متفقين الساده النواب مع الساده مع الحكومه. اعتقد هنعدي المرحله بوجود الساده المحافظين كلا في محافظته
بدأوا يديروا حركة إنتاج، بدأوا يتفاعل مع الحدث، عارفين إن مصر بتعدي بمرحلة خطر، فكلنا لازم نكون متفقين ومجتمعين وليس مختلفين ولا منفردين. اسمحوا لي ان احنا ان شاء الله متفائلين ان شاء الله في الفتره القادمه. اعتقد ان لسه امبارح بس اللائحه الداخليه تمت وراحت للسيد الرئيس، وان شاء الله تنزل في الجريده الرسميه وابتدوا يشتغلوا النواب. النواب متطلب منهم حاجات كتير، احنا مراقبين على الحكومه، لكن الشعب المواطن مراقب على النائب، مراقب على النواب، منتظرين منهم. احنا احنا مستعجلين فعلا وعايزين نادي خدمات زي ما قالوا دلوقتي، ان احنا جايين بالاراده الشعبيه، عايزين نكون في نفس الموقعه وفي نفس المكان ومتراصقين مع الحكومه ومتفقين معاهم، والفتره ان شاء الله هتعدي، واحنا كلنا متفائلين خير في وجود الساده النواب المحترمين والحكومه وقرارات الحكومه، وتعدي البلد من هذه المرحله الصعبه ان شاء الله. ان شاء الله.